أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمرانية الانتهاء من اعتماد 11 مخططا تفصيليا جديدا ضمن الدفعة الثالثة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية. وتأتي هذه الجهود انطلاقا من دور هيئة التخطيط والتطوير العمرانية القائم على تخطيط وإعادة تخطيط الأراضي في المملكة، بما يحقق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 ووفق إجراءات تطبيق قانون الاستملاك للمنفعة العامة لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.